والنقل، كل الوزارات داخله في تنظيم البطوله دي، فدي حاجه مهمه جدا ومطمناهم يعني. تمام. اوكي، خليني سريعا ناخد خبر عاجل ومهم جدا وخاص بسعد سمير لاعب النادي الاهلي وكابتن سعد عبد الحفيظ. النهارده او منذ قليل بالتحديد كشف على التفاصيل الخاصه بهذه الاصابه. اصابه سعد سمير بالظبط عباره عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبه وقطع جزئي في الرباط الصليبي، قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي بالنسبه لسعد سمير. ده هيحتاج مده قد ايه للعلاج؟ هيحتاج 3 شهور. الحمد لله ان هو مش قطع كلي في الرباط الصليبي الامامي والخلفي والكلام من ده، الحمد لله. الحمد لله بعيد عن الموضوع ده، هو عباره بالظبط عن قطع جزئي في الرباط الخلفي للركبه بالنسبه لسعد سمير وجزع في الرباط الداخلي والخارجي. نتمنى باذن الله باذن الله ان سعد يعود سريعا للملاعب، تكون استجابته للعلاج كمان سريعه، لان سعد اكيد لاعب جيد ومهم جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وكمان لمنتخب مصر، وكان اكيد عنده امال كبيرة طبعا للتواجد مع منتخب مصر خلال الفترة الجاية. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، ألف سلامة عليك يا سعد، وبإذن الله ترجع أحسن من الأول. وأهم حاجة إن هي بعيد عن الرباط الصليبي، مش قطع كامل، هو عبارة عن قطع جزئي في الرباط الخلفي